اليوم بصدد تتويج فائزين وطنيين في عدة مجالات سواء رياضية أو بيئية وغيرها، وبالأخص تتويج مستويات الثلاث، وكانت على رأسها ثلاثة الأوائل في الابتدائي سواء في الخصوصي أو العمومي، وكذلك الإعدادي والثانوي التأهيلي. المدراء هنا كيتواجدوا باش كاين اللي كيتسلموا مثلا شواهد على الوليدات اللي ما جاوش هذا، ولكني على العموم راه تشريف ليهم مادام المؤسسة قدرات أنها تتواج وصلع فوق الخشبة، إلا وراه توا تكريم ليها وجميع الأساتذة وكذلك المدير المؤسسة. حصل على المعدل الأولى الأول في المديرية الإقليمية ديال الحي حساني اللي هو 19.63. أنا فرحانة بحصولي على هذا المعدل وفرحانة أنني كنت من هذه المؤسسة التعليمية، وكنشكر جميع الأساتذة والأطر التربوية والإدارة كاملة، وكنقدم الشكر الخالص ديالي للرئيس المؤسسة الحاج. أنا سعيد جدا باش نحضر لهذا الحفل هذا لكون تتوج طاقات اللي تتجتهد وتستعمل، وأنا سعيد كذلك بوجود تلميذات من التلميذات ديالي اللي تابعين المؤسسة ديالي مؤسسة قراء الخصوصية، وهذا شرف للمؤسسة كثير. وتنشكر جدا المنظمين لهذه الحفلة لأن برزات هذه المواهب وعطاتهم واحد الإحساس بأنهم راهم عملوا واجتهدوا وحصلوا على درجات ديال التفوق.